بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه اللقاءات مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحيا الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في هذه الحلقة سيدور الحديث حول قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، المعتاد إذا جاء في الآية السؤال أن يقول فقل أو قل. قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت ونحوها. في هذه الآية لم يعني، وإنما قال الله عز وجل فإني قريب مباشرة. الحكمة والسر في هذا وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السر في هذا والله أعلم أن الله أراد أن يخبر عن قربه من عباده إذا دعوه، وقرب إجابته سبحانه وتعالى، وأن هذا بصفة مستمرة لا ينقطع قربه سبحانه وتعالى من عباده وإجابته لدعائهم. هذا ما يظهر لي والله أعلم. وهذه الآية لها سبب، يعني نزلت لسبب، وهو أن ناسا من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من عباده سبحانه، مع أنه علي على عرشه فوق سماواته، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذان اسمان لعلوه ودنوه سبحانه، فمع كونه عاليا على مخلوقاته وفوق سماواته، ومع ذلك هو قريب من عباده سبحانه وتعالى، يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا فيه الترغيب في الدعاء في شهر رمضان، لأن هذه الآية عقبت آيات الصيام وعقبت ذكر شهر رمضان، مما يدل على أن الدعاء في شهر رمضان أنه مظنة الإجابة. الحقيقة أيضا كان هذا سؤالي اللاحق، وهو أنه ما السر في كون هذه الآية أتت بين آيات للصيام التي قبلها والتي بعدها أيضا؟ فضيلة الشيخ، هو هذا، هو أن هذا يدل على الحث على الدعاء في هذا الشهر المبارك والإكثار فيه من الدعاء، وإن كان الله جل وعلا قريب مجيب في كل الأحوال وفي كل الأوقات، ولكن في شهر رمضان الإجابة أقرب. نعم. قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي، هنا الإضافة عبادي شيخ،
مع أن الكلام رب يعني في غير القرآن الكريم، وإذا سألك العباد، لكن الإضافة هنا لها دلالة يا شيخ. نعم لها دلالة، هذه إضافة تخصيص وتكريم. الله أكبر. لأن العباد كلهم عباد الله، كلهم عباد الله المؤمن والكافر. نعم. كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباده. ولكن العبودية على قسمين: عبودية ملك وتدبير، وهذه عامة للمؤمن والكافر، وعبودية تقريب وهداية ومحبة من الله جل وعلا وتقرب من العباد إليه، وهذه خاصة بالمؤمنين. فهذه الإضافة إضافة تشريف وإضافة تكريم دون غيرهم من الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شروط إجابة الدعوة يا شيخ؟ شروط إجابة الدعاء كثيرة، لكن مما أعرفه منها: أولا حضور القلب في الدعاء، وأن لا يدعو الله بقلب غافل لاهن، بل يكون حاضر القلب، وكذلك يدعو الله وهو موقن بالإجابة، لا يدعو الله وهو غير موقن بالإجابة أو عنده تشكك أو استبعاد للإجابة، بل يدعو الله وهو يوقن بأن الله قريب مجيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك من شروط قبول الدعاء المهمة أكل الحلال، فإن الإنسان إذا أكل الحرام ودعا الله فإنه لا يستجاب له، كما في حديث الرجل المسافر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا استبعاد لأن الله يجيب دعاء هذا الذي يأكل الحرام. فمن أسباب إجابة الدعاء أكل الحلال وترك الحرام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وكذلك من أسباب قبول الدعاء أن لا يتردد الإنسان في دعائه، كأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، فلا يستثني في دعائه، بل يقول: اللهم اغفر لي، ويجزم بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في هذا الشهر الكريم العظيم الفضيل يتسنى فرص للصائم، منها وقت السحر ووقت الفطر، ولا شك أنهما مظنة إجابة الدعوة هذين الوقتين العظيمين. يلاحظ فضيلة الشيخ خاصة في الأماكن العامة مثل الحرم وغيرها أن الكثير يقضي هذين الوقتين على عظمهما وفضلهما بالأحاديث، ربما أحاديث أحياناً لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وصيتكم فضيلة الشيخ في استغلال واستثمار مثل هذه الأوقات؟ لا شك أن وقت السحر في رمضان وفي غيره، نعم، أنه وقت لإجابة الدعاء، لأنه وقت النزول الإلهي، كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكذلك عند الإفطار فإنه مظنة الإجابة، لأنه وقت أداء العبادة ووقت الإفطار، وقد جاء في الحديث: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فيدعو الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين، ولا يشتغل بالقيل والقال، ويغفل عن فضل هذين الوقتين العظيمين، بل يكثر فيهما من الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كأنه مطلق، يعني أن الإجابة مترتبة على الدعاء، هل يفهم من الآية هذا شيخ؟ الآية مطلقة لكن تقيد بالأدلة الأخرى. نعم. في أن قبول الدعاء له شروط لا بد من الالتزام بها، فالمطلق من القرآن يقيد بالقرآن أو بالسنة. نعم. أحسن الله إليكم. معنى قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، نعم، هذا من باب أن الجزاء من جنس العمل. نعم. فإذا استجابوا لله وعملوا بطاعته وتركوا ما حرم الله عليهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا استجابوا لله بفعل أوامره وترك نواهيه فإن الله يستجيب لهم في أن يقبل عملهم ويجيب دعواتهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لله استجاب الله له، ومن ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. الأدعية اللي توصون بها فضيلة الشيخ للإخوة الصائمين في مثل هذا الشهر العظيم، لا شك أن الأدعية كثيرة، وكل يدعو بما يسر الله له. نعم. من أنواع الأدعية، ويتحرى الأدعية الواردة. نعم. في الكتاب والسنة، لأنها هي الأدعية المشروعة، ويتجنب الأدعية البدعية والأدعية التي فيها شرك أو فيها توسل بالأولياء والصالحين أو بجاه النبي وغير ذلك، لأن هذا دعاء مبتدع ما أنزل الله به من سلطان ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يقل دعاني بواسطة فلان أو بجاه فلان، بل يدعو الله مباشرة، فادعوا الله مخلصين له الدين، قال ربكم ادعوني استجب لكم، ولم يشرع لعباده أنهم يدخلون في الدعاء شيئا من البدع من التوسل بالمخلوقين أو التوسل بجاههم أو غير ذلك، وإنما يدعون الله مباشرة ويخلصون له في الدعاء كما يخلصون له في سائر العبادات. فلا شك أن الدعاء أمره عظيم، ولكن يتخير الإنسان من الأدعية ما ورد بالكتاب والسنة، ولا بأس أن يدعو بما يوافق الكتاب والسنة من الأدعية التي يحتاج إليها، ويكثر من الأدعية الجوامع. نعم. التي فيها دعاء له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويدعو بنصر الإسلام والمسلمين، ويدعو لولاة أمور المسلمين أيضا بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، فيخصهم بالدعاء في هذه الأوقات، ويكون مأجورا على ذلك، لأنه يدعو للمسلمين ويدعو لدين الله عز وجل، أن ينصره الله بولي الأمر وأن يوفق ولي الأمر للقيام به. الحاصل أنه يدعو لنفسه أولا، ويدعو لوالديه، ويدعو لإخوانه المسلمين، ويدعو لولاة أمور المسلمين بالصلاح والاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نصل بهذا إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. أيضا الشكر موصول للأخ فهد العثمان الذي سجل هذه الحلقة. نستودعكم الله مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.